طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المصدر أونلاين، 123 إماما وخطيبا غادروا عدن إلى خارج اليمن. ومن عدن الغد، عودة الاحتفال بالأغنية الهندية إلى عدن بعد سنوات من التوقف. ومن موقع كريستيان ساينس، 10,400 لاجئ يمني في الأردن يعيشون المعاناة والتشرد. ومن موقع القدس، طبيبة تونسية رفضت علاج مريض لأنه خصم سياسي لزوجها في الحزب الحاكم. أهلا بكم. تصدرت حادثة محاولة اغتيال عمر دوكم اهتمامات المواقع الإخبارية باعتبارها وقعت في مدينة لم تعرف هذا النوع من الاغتيالات. ووفقا للموقع بوست، تعز تدشين الاغتيالات واستنساخ تجربة القتل بنفس سيناريوهات عدن. وقال الموقع، شهدت محافظة تعز يوم الجمعة أولى حالات الاغتيال التي تستهدف أئمة المساجد في تكرار واضح لسيناريو العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الإمارات. ونجا إمام جامع العيسائي عمر دوكم من محاولة اغتيال، لكنه تعرض لإصابات خطرة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات المدينة وخضع للعديد من العمليات الجراحية. وبحسب مصادر محلية، فإن مسلحين كانوا على متن دراجة نارية أطلقوا النار عليه في حي اللجينات بتعز، ما تسبب بمقتل رفيق الأكحلي أحد التربويين بالمدينة. ويضيف الموقع، أثار الحادث والمزيد من التساؤلات عن السيناريو الذي ينتظر المحافظة وحالة الفوضى التي يجري استنساخها وتصديرها لمدينة لا تزال ترزح تحت الحصار والقتال منذ 4 سنوات. ويتابع الموقع، يذكر أن تعز شهدت عدة عمليات اغتيالات تركزت على قادة عسكريين وفي المقاومة الشعبية وجنود، وهي تستهدف الآن أئمة المساجد. فوجئ المصلون في مسجد أبو موسى الأشعري بالعاصمة المؤقتة عدن يوم الجمعة بعدم وصول الخطيب المعتاد، ما دفع أحد المصلين للتطوع بخطبة مرتجلة نيابة عن الخطيب الفعلي. موقع المصدر أونلاين يقول في تقريره، إن السبب يعود إلى أنه بعد موجة الاغتيالات التي تستهدفهم 123 إماما وخطيبا غادروا عدن إلى خارج اليمن. وقال مصدر في عدن، إن مرتادي المساجد تواصلوا بعد انتهاء الصلاة مع الخطيب لمعرفة سبب عدم مجيئه، ليكتشفوا أنه مثل كثير من أئمة وخطباء المساجد باتوا يخشون على حياتهم ويتغيبون عن الحضور إلى المساجد خوفا من عمليات الاغتيال. وشهدت مدينة عدن خلال الفترة الماضية تصاعد عمليات الاغتيالات الموجهة لخطباء وأئمة المساجد والشخصيات ذات الحضور والتأثير في المدينة، حيث سقط أكثر من 20 إماما وخطيبا مسجد برصاص مسلحين دون أي إجراءات تحقيق أو ملاحقات أمنية لضبط الجناح. الديمقراطية بين الذريعة والفزاعة. تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور بصحيفة الخليج مضيفا، الديمقراطية بتعريفها الدقيق منذ أطلقه عليها الإغريق القدماء حكم الشعب لم تكن أيقونة أو حجرا كريما تتوارثه الشعوب، لكن غيابها غالبا ما أدى إلى التعويل عليها، كما لو أنها الوصفة السحرية أو ما سماه الشاعر الألماني بريخت مدينة بيلارس الأسطورية التي تشفي المرضى وتغني الفقراء وتحقق الخلود للفانين. إنها تجربة بشرية تتغذى من عوامل عديدة وتأتي نتاجا لموروث ثقافي وتربوي، إضافة إلى العلاقة الجدلية بينها وبين أنماط الإنتاج السائلة. وقد وصفها تشرشل الذي ينتسب إلى بلاد يقال إنها نموذج الديمقراطية وهي بريطانيا بأنها الشر الذي لا بد منه. وقال آخرون في أوروبا في النصف الأول من القرن الماضي إنها صندوق باندورا الذي ما إن يرفع عنه الغطاء حتى تندلع الشرور، وكانت المناسبة هي فوز طغاة في الانتخابات ومنهم أدولف هتلر. وأحياناً يكون الإلحاح على الديمقراطية حقاً تراد به جملة من الأباطيل، وليس باطلاً واحداً كما حدث في الغزو الأمريكي للعراق بذريعة الديمقراطة والتمدين، لكن المشهد الذي زاوج
بين التراجيديا والكوميديا انتهى إلى حرب طائفية وإخراج العراق من القرن العشرين تبعاً لما قاله الجنرال شوارتسكوف. الديمقراطية منجز حضاري وثقافي كبدت البشرية عدة ألفيات كي تحققه، لهذا فهي ليست فزاعة أو مطية تستخدم لأهداف تتجاورها. وما مورس حتى الآن من ابتزازات سياسية باسم الديمقراطية يكفي لأن تشب الشعوب المبتلاة بالتبعية عن الطوق وتعاليم الوصاية، وتدرك الفارق بين حق يراد به حق وحق يراد به باطل. وهذا يذكرنا بما قاله ألبرت أينشتاين حين سئل عن الغبي، قال إنه الذي يعيد ارتكاب الخطأ ذاته عدة مرات، وهو تعبير يرادف ما نقوله نحن العرب عن المؤمن الذي لا يلدغ من جحر مرتين. فما هو حال الذي يلدغ من الجحر ذاته ألف مرة؟ أفاد مصدر مسؤول في مكتب محافظ الضالع أن المحافظ اللواء علي مقبل قام بزيارة لجمعية أطباء بلا حدود إثر اتخاذها قرار تعليق عملها بالضالع لمدة 6 أسابيع بعد قيام بلاطجة وخارجين عن النظام والقانون وجهات فقدت مصالحها نتيجة قيام أطباء بلا حدود بواجبها الإنساني تجاه سكان المحافظة. وأضاف موقع عدن تايم أنه تم إطلاع المحافظ على كافة الأسباب التي أوصلت المنظمة إلى الإغلاق بسبب الأعمال المسيئة التي لا تمت بصلة لأبناء الضالع وإنما تعبر عن جماعة هدفها الإساءة للضالع وخلق مزيد من الفوضى والمعاناة لأبنائها. وأعلن المحافظ عن استعداد السلطة المحلية والجهات المسؤولة لوضع خطة تتضمن حماية المنظمة ومستشفى النصر ومستشفى النصر من أي اعتداءات تطال الأطباء والمستشفى. وبالانتقال إلى عناوين موقع عدن الغد نطالع: استئناف مهرجان تراثي هندي بعدن عقب توقف دام لسنوات. وقال الموقع: استأنف سكان محليون بعدن من أصول هندية إقامة مهرجان تراثي اعتادوا على القيام به خلال العقود الماضية قبل أن يتوقف خلال سنوات الحرب. أضاف الموقع: المهرجان هو احتفال فني يطلق عليه الجمت، وفيه يتم تأدية أغان هندية بالإضافة إلى أداء رقصات هندية متعددة. يتابع عدن الغد: أقيم الاحتفال على واجهة مسرح صغير أمام البحر بمنطقة رأس عمران غرب عدن، وشارك في الاحتفال المئات، وأقيم الاحتفال تحت مسمى القماري بموعد اكتمال ظهور القمر. حاول القتلة في تعز اغتيال 2 من أكثر شباب المدينة اعتدالا كما يصفهم أحمد عثمان في مقال نشر في الموقع بوست، وقد تمكن القاتل من أحدهما وأصاب الآخر. وقد كتب عثمان في مقاله: رفيق الأكحلي مرب فاضل يعمل في مجال تربية الأجيال، مواطن غيور على وطنه ويعطي ما استطاع لإنقاذ مدينته ونصرة الكرامة الوطنية. أما عمر دوكم فهو من أعلام تعز ومعالمها البيضاء، يملك القدرة على توجيه الكلمة وصناعة الفكرة، يحبه من يسمعه ويعرف أن في هذه المحافظة رموزا فكرية وثقافية تحمل الوسطية والاعتدال والقوة أيضا. من الشخصيات التي يجتمع الناس على صوابية إنتاجه وطرحه على اختلاف ألوانهم، لا يتعصب لجهة ولا يجامل أحدا ولا يتحامل على أحد، يحاول جاهدا الانحياز إلى الحقيقة ومصلحة الإنسان. محزن أن نفقد كل يوم شبابا لهم عطاء كعطاء سنابل وادي الضباب، وبساطة ساقمة تشبه بساطة هذه المدينة وطموحها الذي لا تحده حدود ولا توقفه الأعاصير، شامخون شموخ جبالها الصلبة المنحنية للناس والسحاب وتلاقح الرياح. هم مجردون من السلاح والمرافقين لأنهم يؤمنون بالإنسان وكرامته وإعجاز الكلمة، فلماذا يستهدف رموز التنوير والكلمة والتعليم؟ الجبناء يقتلونهم وهم وحدهم يسيرون كأطفال عادوا من المدرسة ويفرون كالجرذان في شوارع شبه خالية بعد ظهر الجمعة. رغم ذلك تبقى تعز قادرة على لجم هؤلاء وإيقافهم، فهي طاردة للعنف وينقصها خطة أمنية شاملة لا تقول نقص الإمكانيات، فالحاجة أم الاختراع.
قيمة الإنسان تحتاج نهضة أمنية تستنهض معها الجميع. فقط نريد من السلطة المدنية والعسكرية والأمنية وقفة طوارئ وجهدا مضاعفا ومستمرا وإبداعا تصنعه حاجة المدينة وإمكانيات المجتمع والسلطة المتاحة، وعندها سنكتشف مدى قوة تعز وضعف أدوات الجريمة التي لا تتحرك إلا في مساحات الفراغ. استمراراً لمسيرة ميليشيات الحوثي في زراعة الألغام في كل المناطق، عنوان موقع الصحوة نت: مقتل أسرة كاملة بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات بالجوف. وقال الموقع أن 5 أشخاص من أسرة واحدة قتلوا يوم الجمعة جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية برط العنان بمحافظة الجوف. وقال مصدر محلي إن اللغم انفجر بسيارة المواطن يحيى الصلاحي، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وأطفاله 3. وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف في تقرير أصدره في شهر مارس الماضي أن عدد ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مختلف محافظات البلاد بلغ نحو 1539 قتيلا وجريحا، بينهم نساء وأطفال، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2016. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد. علقت شبكة البي بي سي أنه وبعد سنوات القتال في اليمن فإن ما يزيد الطين بلة ويعقد الوضع القائم وجود مؤشرات على تحرك قوة تدعمها الإمارات لإسقاط شرعية الحكومة المعترف بها دوليا، وبروز مخاطر من تحول حلفاء محليين للسعودية والإمارات إلى قتال بعضهم البعض في جنوب البلاد. وتضيف البي بي سي حتى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان التحالف يراهن عليه لقلب مسار الحرب بإنهاء دعمه للحوثيين قتل على أيديهم أواخر العام الماضي. ومنذ ذلك الحين لم تصدر عن التحالف أي إشارة على وجود استراتيجية جديدة لإنهاء الحرب، ولربما ترى الرياض وحلفاؤها في الوقت الراهن ورغم حديث ساستها بين الفينة والأخرى عن حل سياسي للصراع أن النصر العسكري على الحوثيين وطردهم من صنعاء بدعم بالأسلحة والمعلومات المخابراتية الأمريكية بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى لوقف زحف النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط. قال موقع كريستيان ساينس مونيتور إن هناك 10,400 لاجئ يمني في الأردن يعيشون المعاناة والتشرد. وقال الموقع متحدثا عن لاجئ يمني اسمه محمد قاسم ووالديه وزوجته وطفليه إنه لا يتلقى أي مساعدات طبية أو غذائية. اللاجئون الذين فروا من الحرب تم تسجيلهم مع الأمم المتحدة قبل 3 سنوات وليس لديهم أمل في العودة إلى ديارهم. حتى العشرات من المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الإغاثة العاملة مع اللاجئين في الأردن تعلق عليهم أو تغلق عليهم أبوابها يوميا، والسبب الوحيد لمعاناتهم هو أنهم يمنيون. يقول محمد قاسم وهو عامل غير قانوني يعمل لكسب العيش: في كل مرة نقول فيها نحن يمنيون يغلقون الباب في وجوهنا، إنها دائما نفس الإجابة: لا لا دائما. ويتابع الموقع: اليمنيون هم أحدث سكان العالم العربي الذين نزحوا بسبب الحرب والعنف، لكن معاناتهم لم
تحظى باهتمام كبير، كما أنها بدون استجابة دولية لإيجاد حل دائم أو حتى مؤقت للاجئين اليمنيين. السؤال الذي يتردد دائما هو: هل الأفراد هم من يؤثرون في السياسة، وخاصة ما نبحث نحن فيه السياسة الخارجية الأمريكية، أم أن المؤسسات هي التي تقرر السياسات؟ هكذا بدأ محمد الرميحي متسائلا في مقاله المنشور في الشرق الأوسط، مضيفا في أجزاء منه: ترامب يرى أن سياسة الاسترضاء التي اتبعها أوباما تجاه إيران كانت فاشلة، وأن الرهان الأوبامي لم يكن ذا قيمة سياسية، فقد استفادت منه إيران وخسرت بسببه الولايات المتحدة، وفقط بالضغط الدبلوماسي، ورضخت أوروبا لرؤية ترامب في هذا الملف والتي كانت ترى في الاتفاق أنه أفضل الممكن. رضخت لتعديل ما في الاتفاق من عور، ولكن فشل وزير الخارجية الفرنسي في مهمته في طهران مؤخرا، جعل حتى من الأوروبيين أن يقتنعوا بأن إيران تريد أن تأكل الكعكة وتحتفظ بها أيضا. واضح أن أحد الأركان التي يعتمد عليها ترامب في اتخاذ قراراته السياسية ما يمكن أن يسمى تعبئة السخط كان ناجحا فيها، عندما عبأ السخط المنتشر في مشاعر شريحة واسعة من المواطنين الأمريكيين ضد سياسة أوباما، ونجح في ربط سياسات الأخير بتوجهات منافسته هيلاري كلينتون في الحملة الانتخابية الأخيرة، والتي اعترفت مؤخرا في كتبها بأنها أخطأت في قراءة المزاج الأمريكي، كما نجح من جهة أخرى في تعبئة السخط في عدم توازن ميزان المدفوعات الأمريكية وفرض رسوم على الواردات حتى مع أقرب حلفاء أمريكا التقليديين كندا والمكسيك، كما أدخل الصين الطامحة للقيادة الاقتصادية في العالم على الأقل في حالة ارتباك، فهي تندد بسياسته في فرض الرسوم على منتجاتها، ولكنها لا تستطيع أن تفعل الكثير على الأرض. ونشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبه غاري يونغ عن غزو العراق وتأثيره على الحياة السياسية بعد 15 عاما. يقول يونغ: إن حرب العراق أسفرت عن مقتل ما يقدر بمليون شخص، وزعزعت منطقة بأكملها، وأفرزت عددا لا يحصى من المتشددين الذين حملوا سلاح، وإذا كانت شرعيتها أشبعت بحثا ونقاشا، فإن تأثيرها على ثقافتنا السياسية بقى مسكوتا عنه. ويرى الكاتب: من بين تأثيرات حرب العراق سياسيا هو ما حدث لحزب العمال البريطاني، فصعود الزعيم الحزب الحالي جيرمي كوربين كان من أسبابه. موقفه الرافض للحرب على العراق فقد خطب أمام أكبر مسيرة في تاريخ بريطانيا، وعندما ترشح لزعامة الحزب كرر موقفه بأن الحرب لم تكن شرعية، وتعهد بأنه سيعتذر عنها إذا انتخب رئيسا للوزراء. وبسبب الحرب على العراق، حسب الكاتب، تعذر على المعارضين لكروبن في الحزب إيجاد منافس جدير يرشحونه لأخذ مكانه، عندما دبروا له انقلابا، إذ كان عليهم ترشيح رجل يده غير ملطخة بالتصويت لصالح الحرب. ويضيف الكاتب أن حرب العراق هي أيضا السبب الرئيسي في أن توني بلير الفائز برئاسة الوزراء لثلاث فترات لا يستطيع اليوم أن يلقي خطابا أمام أعضاء الحزب. ويعتقد يونغ أن تأثير حرب العراق على الحياة السياسية في بريطانيا تجاوز حزب العمال إلى زعزعة الثقة بين الرأي العام وهيئات الدولة، فقد تهاوت هذه الثقة بعد عام واحد من الحرب، لتكشف استطلاعات الرأي أن 60% من البريطانيين فقدوا الثقة في أعضاء الحكومة. في أكثر الأخبار قراءة بين أخبار صحيفة القدس العربي المنوعة: طبيبة تونسية رفضت علاج مريض لأنه خصم سياسي لزوجها في الحزب الحاكم. وقالت الصحيفة: أثارت شهادة صادمة لمحام تونسي حول رفض مديرة مركز طبي علاجه كونه خصما سياسيا لزوجها موجة استنكار في تونس، حيث دعا عدد من السياسيين والنشطاء إلى محاسبة المديرة، مطالبين بعدم تلويث مهنة الطب الإنسانية بعالم السياسة. وكتب المحامي والناشط شريف الجبالي على صفحته في موقع فيسبوك: منذ أسبوعين وأنا أتنقل من مستشفى إلى آخر بهدف العلاج طبعا، ما أعانيه من تسمم بمادة البولونيوم النووية،
حتى نصح بالمركز الوطني للوقاية من الإشعاع، وهو مركز متخصص أو مختص في التكفل بكل حالات التعرض للإشعاع. الغريب في الأمر بأنه وبمجرد سماعهم بالحالة اتصل بي المركز وطلب مني الحضور. استقبلتني مديرة المركز التي أعلمتني أن ما أعانيه في التحاليل شيء كارثي، وأنها ستجري لي تحليلا آخر لتحديد كمية المادة النووية والسموم الأخرى المتبقية في بدني. وعلق المحامي ورئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية على الحادثة بقوله: مديرة المركز الوطني لمقاومة الإشعاع زوجة بن عمران نائب ندائي تعرقل التدخل السريع لمعالجة الجبال، والأمر غير مستغرب. جولتنا المصورة لهذا اليوم من الصور التي نشرها موقع كريستيان ساينس مونيتور، والتي احتوت الكثير من الأحداث ومظاهر الطبيعة. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.